كابتن شريف، الف مبروك للنادي الاهلي، ادى اداء قوي. الحقيقه الماتش كله في كوره، الماتش كله في فرقتين بيلعبوا على الثلاث نقاط، على الوجود، على الانتشار، على السرعات. اللي انا عايز اقوله الروح ما راحتش. لعيبه النادي الاهلي كنا بنطالب دايما في المباريات اللي فاتت يبقى في ايقاع، في تيمبو في الاداء، ازاي تحافظ على المكسب حتى لو 1-0. النهارده جبت جول وضيعت بتاع 3-4 تجوال في اول هاف تايم. جه في جول رجعت وصممت انك تخش منطقه الجزاء وتشوف الرؤيات، تعمل العرضيات، وفي الحاجات اللي طالبوا بيها الكباتن النهارده ان يكون في وجود لمنطقه نص جزاء الخصم، وانك تقدر تلعب بدماغك الكوره وتقدر تجيب جول. عملها اكتر من لعيب في النادي الاهلي النهارده، عملها اكتر من مره، في اللي توفق فيها وفي الحاجات اللي هي راحت، فلازم يبقى في رؤيه احسن من كده. احنا بنتكلم عموما بعيد عن اي اداء تاني في الماتشات اللي قبل فات. انا دايما بدي العذر للمباريات اللي فاتت او المباريات اللي جايه، في 48 ساعه انك تلعب ماتشين بتبقى ليها عواقب على اي فرقه الحقيقه، مش فرقه النادي الاهلي فقط يعني، انما المعطيات والدوافع اللي بتبقى عند اللعيبه اللي في الانديه الثانيه او عندك او اي عندك، هي دي اللي بتبقى موجوده في الملعب. اللعيبه حاسه ان هي عليها واجب الفوز في 3 نقاط في كل المباريات اللي بتلعبها. دي ساعات لما بتجيب جول تلاقي الفرقه بتريح شويه. حصل عليك ضغط وحصل عليك شكل ودخل فيك جول بثقه زايده، يعني في جول دخل فيها النهارده محاوله الخروج من منطقه الجزاء بثقه زايده، يعني عايزين يلعبوها السليمه قوي. ها ان الشكل ده عورنا كتير السنه دي. انما انا بحيي اللعيبه على ان كل ما بيجي فيه جول، مش صعب قوي يجي في النادي الاهلي جول، فانت في الملعب عشان يجي فيك جول وانت تقدر تعوض وتقدر تطلع في اول هاف تايم 3-2 وبعد كده تسجل هدف، كان ممكن تسجل اكتر من هدف، لان زي الكباتن ما قالوا كلهم وعلاء قال وانا قلت والدنيا وانت قلت، ان المصري النهارده مفتوح جدا الدفاعات بتاعته وبيخاطر بكل خطوطه، وانت عندك من الحرفيه ومن قفشه ومن لعيبه مش عايزين في كل ماتش غير تحركات للبلاي ميكر. كل ما الفرود بتاعك بيتحرك للبلاي ميكر وبيديله مساحات والاطراف بتبقى بتساند، وزي ما عادل قال تدكك الشكل الديفنسي بتاعك، يعني ما ينفعش انت بتسحب تقفل المساحات شويه، ما ينفعش انت تسحب فرقتك قريبه من الشناوي خالص. انت بتلعب كرة دي عشان الكوره ما تترد، تبقى انت قريب على في حاله الدفاع، تديش مساحات لاي واحد يعمل كونتر اتاك وسرعات بعد كده يجي يهدد منها ويجي فيك اجوان. فكل الماتشات وكل الاداء اللي هو بيبقى مختلف في جميع المباريات اللي فاتت والمباراه بتاعت النهارده دي، انا بسميها تحت الضغط النفسي والعصبي اللي هو للعيبه الحقيقه، وخاصه ان انت بيروح منك لعيبه مهمه جدا زي محمد شريف. يعني محمد شريف وصلاح محسن انا اعتقد ان هم اتنين في المنطقه دي خطر جدا، ان في لعيب بيبقى بيلعب على طول يا ايمن، وفي لعيب دلوقتي انت بتحتاجه بينزل يلعب في اول مباراه بيبقى محتاجه اكتر ان هو يثبت صحيح ان هو في احقيه ان هو يكون موجود في المكان، والعمليه دي بتبقى صعبه. فالنهارده توفقوا الاثنين طاهر وصلاح وجابوا هدفين الحقيقه، فاعتقد ان الفتره الجايه ممكن يدونا اداء احسن من كده. انا عموما وعلى طول الوقت وعلى مر الاوقات كلها انا بشكر اللعيبه وبشكر الايقاع بتاع الجهاز الفني الحقيقه، وان احنا زي ما احنا هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي في كل حاجه، انتظام، مكسب، احترام لكل شيء بيبقى موجود. صحيح.